برضه مش احسن حاجه فعلا. انا كنت موافق ماتش الاهلي والزمالك 2014، لان ده الماتش ده كان بيمثل لي حاجه كبيره جدا. انا كنت شايل حسبت ضربه جزاء للزمالك، ومحمود فتح الله ضيعها، والزمالك جاب جون في نفسه. ده قلبه قاعد قوي كابتن ابراهيم. لا لا مش قادر، لا استنى بشوفه بحسبه الحمد لله. والاداء حصل ساعه ما برونز ساعه ما طلعها فوق محمود فتح الله. يا كابتن رايك تجيب تحكيم النسائيه، ومثلا لو حكيت لك مثلا لا مش هشوف حاجه ثانيه، لا انا هشرب ميه بس. هشرب ميه. تجيب تحكيم النسائيه مثلا لو معاك في الماتش حكم مساعد نسائي عضو، يعني حكم واحده يعني حكم معاك، هل ده مثلا ممكن يكون فيه قلة تفاهم، ولا ما يكونش فيه تفاهم زي الطبيعي مع الطاقم رجاله اربعه؟ لا الحكام الكره النسائيه محكمان ما بيقولوش مستوى عن الحكام الرجاله، وبياخدوا نفس الجرعه التدريبيه والجرعه التثقيفيه، وفي منهم كتير جدا مثلونا في بطولات قاريه وعالميه، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وانا واحد من ضمن الناس لو طلب مني ان انا اروح العب حكم رابع مع اي حد ان انا اساعده لصالح مصلحه مصر، لصالح ان هم مستواهم يرتقي ان شاء الله وشرفوا مصر، انا ما عنديش مانع خالص. شايف كابتن تجربة ظاهرة المحكمات هتنجح في مصر؟ إن شاء الله بإذن الله. تنجحش ليه؟ إن شاء الله طالما نجحت بره تنجح في مصر. مين بجد مين أحسن حكمة أنت على المستوى الفني، بنتكلم فنيا، ممكن تقول الأسماء، شايف إن ممكن تبقى الفترة الجاية ممكن تبقى كمثلا كابتن إبراهيم ودي أنت رجالة؟ أنا في حد في نمبر 1 نمبر 1 في النساء مثلا نمبر 1 ده بعيد عنه خالص. لا هما في اتنين انا متابعهم، وهم يعني على فكره ان هم على طول بيستفسروا ويسالوا بيطوروا من مستواهم جدا، يعني بيحاولوا ياخدوا كل الجرعات اللي احنا بناخدها في الجرعات التثقيفيه والتدريبيه. يعني في نور سمير وشهنده، نور دي من القاهره وشهنده من اسكندريه، الاثنين دولت هيبقى ليهم شان في التحكيم. وعندنا برضو في المساعدين يارا، دي مثلت مصر برضو الفترة اللي فاتت في مباريات وفي بطولات ومشت الشكل كويس، وفي منى عطلة. يعني أنا شايف إن الأربعة دولت مميزين قوي، وممكن قادرين إن هم يديروا مباراة في الدوري الممتاز وتكون مؤثرة كمان.